عندنا بالأشرفية على حظت أنه صار في كذا درج من الدرج الأشرفية اللي بيعرفوا أكيد الأشرفية هي على جبل عم بيتحسنوا وصاروا أحلى وعم بيتجددوا. تنحكي عن هالموضوع نستقبل معنا أستاذ أجاب ترزيون، بس قبل ما نحكي معه اللي هو عضو ببلدية بيروت، بس قبل ما نحكي معه رح نشوف شو الروبورتاج ونفرجيكم شوي عن شو عم نحكي. إنها أدراج بيروت الشاهدة على مرارة الحرب، هكذا كانت مهملة إلى درجة تشكيلها خطراً على السلامة العامة، وهكذا أصبحت بعدما انطلقت ورشة تأهيلها وفق خطة واستراتيجية إنمائية أعدتها بلدية بيروت لحماية أدراج العاصمة وللحفاظ على تراثها. هنا في كرم الزيتون في الأشرفية الأعمال جارية على قدم وساق، وهذا الدرج الطويل الذي كان وسيلة وصل بين الأحياء وتواصل بين الناس يستعد للتحول إلى معلم حضاري على خريطة العاصمة. هذا تاريخه قديم كتير، يعني بدنا نحكي فيه من 50-60 سنة، وين كان أيام الفرنسوية يمكن كان هيك بحص. الله يرحمه ميشيل ساسين حملوه عكتافون وقال لهم بوعدكم بدي بلش بالدرج بس يخلص الانتخابات. راحت الانتخابات وراح ميشيل ساسين وما مش الحال وجوار وحبتروا سرعان ترى احلى من درج عار. هذا لنا زمان ناطرين هيك يصير الدرج حلو وكتر خير. الله الله حق لنا حلمنا تطلع شي عروس دشنا لهالدرج ان شاء الله. المشروع الذي رست مناقصته على شركة أراكو كلفته حوالي 2 مليون دولار ومدة تنفيذه سنة على أن يتم ترميم معظم أدراج بيروت، وستحظى منطقة الأشرفية من كرم الزيتون وصولا إلى السيوف والرميل بالحصة الأكبر كونها تضم العدد الأكبر من الأدراج بسبب وجود العديد من المرتفعات بين أحيائها وشوارعها. كانوا يعملوا دراج من شان الناس تقدر تطلع الختيارية والصغار والكبار، بالحرب تكسر كل شيء، هلأ رجعوا زبطوهم. دراج بيروت جزء من تراث هالمدينة، هالمدينة العريقة القديمة، ومن هون كان توجهنا بلدية بيروت الاهتمام بهالإرث العمراني تبع دراج بيروت. هذا على المدى القصير، أما على المدى البعيد فإن بلدية بيروت ستقوم بمسح شامل ودراسات تاريخية وإنشائية لكافة أدراج العاصمة. أما درج مارن أولى الذي انتهت دراسة لتأهيله بالتعاون مع جامعة الألبا فسيصبح درجا نموذجيا يربط الجميز بمنطقة مارن أولى وتعمم من خلاله الدراسة على بقية الأدراج، والتنفيذ سيبدأ قريبا. ونحن حقيقة هالدراسة بلشت بمشاركة الناس يلي هني موجودين بهالمنطقة وبهالحي لناخد رأيهم كيف بحبوا يكونوا هالدراج يصيروا، ورح تنتهي كمان باجتماع اللي هو Public Participation Meeting، ومن هونيك رح نبلش ننفذ هالدرج ليكون نموذج لكيف ممكن يكونوا الأدراج بالمستقبل للعاصمة بيروت. المشاريع النموذجية هي التي تولد التغيير من حولها، وقطار التغيير قد انطلق ولو متأخرا. بين زوايا هذه الأدراج التي يعود بعضها إلى زمن السلطنة العثمانية حكايات وحكايات، وهي وإن نفضت عنها غبار الإهمال والنسيان إلا أنها ستبقى شاهدة على حقبات تاريخية وذكريات عاصمة عرفت عصرا ذهبيا وأبت أن تسقط في غياهب النسيان. من الأشرفية نخل عظيمة MTV. مثل ما قلنا ضيفنا بهالموضوع هو مشروع أجاب ترزيان عضو مجلس بلدية بيروت. مساء الخير. من وين اجتكم هالفكرة؟ لأنه اليوم مع عجقة السير صارت الناس عم تمشي أكتر وأكتر، وتقدروا يعني يقدروا ينتقلوا من حي اللي بيكون تحت أو فوق، يعني تينتقلوا ما في غير الدرج لأنه تيروح يبرموا الطريق طريق كتير طويلة. من وين اجت هالفكرة تبلشوا تشتغلوا بدراج بيروت؟ هلأ بالمبدأ نحن بال 2010 عملنا جولة بمنطقة الأشرفية كأعضاء مجلس مع الرئيس، وثائبت وقتها العالم كانوا عم بنقوا على الدراج، فأنا بلشت بكرم الزيتون قلت له للرئيس نهارا تعال نمر على كرم الزيتون بدي فرجيك الدرج. لو هلأ مثلا فيهم بالرجيم رقولنا الوضع الدرج كيف كان للمشاهدين يعرفوا قدي كان مأساوي ونكون ممنونين فوق من الرجيم. هلأ عم بحطون ايه ومنهارة شافوا الوضع مأساوي، فأخذنا قرار مباشرة انه مفروض نرمم ام نأهل دراج على القليل نبلش بهذا الدرج الكارثي ما له شكل درج أساسا. فابتدأ المشوار بهالطريقة. بعدين اكتشفنا انه في ملف سابق من القديم موجود دفتر شروط لأنه هذا كان درج كرم الزيتون.
واحد من الدراج. بعد في على أمثال متعددة تصور إنه هذا درج مثلا. أصلا ما بعرف كيف كانوا يطلع عليه بين الخزانات الموجودة بالنص وبين كل شيء مكسر بنصه. إيه هيدا إذا يعني بتشوفوا بالشتاء كان يوصل الأحياء بين بعضهم كان يطلعوا الناس على هيك شيء بكرم الزيتون. نعم يعني إذا بتشوفوا بالشتاء نهر مش شيء تاني. ف من بعد عدة مراجعات الناس بين عنا ملف سابق للدفتر شروط تابعناها مع الأعضاء وفي عضو صديق لي تابع الآخر قدرنا ننهي هذا الملف وصلنا نتيجة انه صار في مناقصة بال سمعت مليونين دولار ما حدا بيتصور قليل 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 أكتر ما لأنه حتى الديوان المحاسبة عدوا انه هالمبلغ قليل للمشروع ما فيك تتصور يا سيدي قد ايه في دراج هذا قسم من الدراج يعني بهالمبلغ رح نقدر نعمل قسم من الدراج ما فيك تتصور وضع الدراج قد ايش انه مأساوي يعني هلا اذا في ناس انتوا عملتوا احصى لكل الادراج اللي موجوده لا عملنا احصى صح ولكن الوضع قد ما انه مأساوي لنقول بتبلش انت بقبل بسنتين عملوا الاحصى نعم شو كان الوضع بعد سنتين بيكون مختلف الوضع يعني بيصير مأساوي أكتر على الاستعمار طبعا ولكن 70 سنة ما حدا فكر انه يرجعوا اهله الدراج ومع العلم كل العالم بيقولوا انه من تراث بيروت هو مش بس الدرج استعمال الدرج يعني اذا مروح على تاريخ العثمانيين وقتها ما كان في دراج أدومية كانوا وقتا يقاوموا يهربوا من الأدومية هو هن الدراج مثلا تبع الجميزة تبع الكرم الزيتون وحتى بخلال الحرب المشؤوم تبعنا كانوا يستعملوا دراج ليتخبوا من القناصين لهيدا في منه دراج هن سكان خلقون منه لقالوا صار يزبطوا دراج ليقدروا يزمطوا من القنص نقول فهلا وصلنا لمرحلة انه عم نأهل الدراج يلي منهم تراثية يعني منهم ما عندهم صفة تراثية الوقت اللي بيكون تراثي لازم ترجعوا تردوا الحجر مثل ما كان ولازم ترجعوا تردوا شكله للدرج مثل ما كان بأيامه مفروض يكون هيك هلا مثل ما قال نائب الرئيس بالريبورتاج تبعه بده يعملوا درج النموذجي هو درج الفن ام درج مرنقولة هواها بيكملوا بالبقية الأدراج التراثية اللي عندهم طابع تراثي هلأ إذا كمان بيفرجونا في درج نحن البلدية رممناه ما حدا كان ينتبه له بارازار اكتشفنا أنه في درج في إذا بيقولونا كيف كان شكله قبل كيف صار من صخر اللي كان عمل عليه ستاند أب نخلة صار جديد هلأ صار جديد بس استعملنا حجار بزيت العمر وسعنا الدرج هذا كان هلا بدي عرضه هلا مطرح ما في بتون على اليمين على الشمال نعم استعملناه هون وجبنا صخر من زيت العمر وسعنا الدرج صار هيك صار مش معقول ما عاد ينعرف حتى ايه بس اذا بتروح عن تتفرج عن كثب يعني عن قريب بتشوف انه كانه ما في شيء تغير الصخر زيت الصخر وزيت العمر نحطه وترمم الدرج طب اليوم المجتمع المدني قدي عم بيساعدكم قدي عم تتكلوا على الناس قدي عم تاخدوا برأيهم شو بدهم قدي عم بتحلوا من الدرج لأن الدرج مثل ما هو هيك درج منه شيء حلو بس قدي عم بيساعدوكم لحتى اللي تقدروا تعطون طابع أحلى هلأ بالطبع نحن دايما تواصل مع الجمعيات ومفروض نسمع لهم هلا مثلا بتشوف بيدهنوا بيرسموا الدراج هلا انا من خلال حلقتك بدي توجه بالشكر لهم طبعا لانه بيعملوا شيء مميز ولكن انا بتمنى عليهم انه خلينا على القليله نكون على علم شو هي الرسمه بدها تكون مثلا يعلموكم قبل بوقت ايه لنعرف اذا عندنا راي اذا فينا نحسن شو بده ينعمل أم مثلا هذاك نار كانوا عم رسموا درج بالفسوح ونحن كنا تاني نهار بدنا نبلش بالدرج جبرنا ما نعمل شيء لأنه حقيقة
بتشوفي كيف عم بيشتغلوا كيف تنسيق. عم هيدا اسمه ايه تنسيق ومفروض ينسقوا ما كثير مننسق كل واحد ايه. كل مين ايده له 100% بس الحمد لله بمجلس بيروت مش كل مين ايده له في المحافظ عم بيتابع كل الامور عن من اول لاخره والمجلس البلدي قراراته واضحه شو هن لانه القرارات كلها ينشر ما في مشكلة. طب شو لازم نستفيد من وجودك معنا مستر ترزيان لتخبرنا شو في مشاريع غير الدراج بسرعة؟ قريبا جدا حرش بيروت. هذا مشروع كتير كبير. ايه قريبا جدا وبتمنى عليك النهارة تقدر تستضيفه لنائب الرئيس لأنه هو عم بيهتم بتفاصيله. شو رح تعملوا؟ شو عم بتجربوا تعملوا هنيك؟ رح نفتح حرش للجمهور للبابليك يعني. صار جاهز كل شيء؟ لا على الدراسة عم نحكي عن دراسة انتهت. طب إذا بنستفيد منك كمان لأنك موجود معنا نسألك هيك سؤال على هي مش صار بالجسر اللي قدام الحكمة وين صرنا فيه؟ عم بيعملوا شو بيسموها دراسة تأثير البيئة بس ينتهوا منها نعرف إذا بيمشي الحال أم لا لأنه في كتير محلات موجودين على أطراف الطريق عم بيقولوا أنه إذا بتكون تسكروا عليهم لتقدروا تعملوا النفق والجسر هودي الناس كيف بيعيشوا يعني 6 أشهر محلاتهم مسكرة هلأ درستوا هالشي؟ الدراسة معمولة بطريقة أنه يكون أقل ضرر للسكان أم للمحلات ولكن انا رايي دائما باي موضوع كان دائما بيكون في حدا متضرر بس بدنا نشوف بالصوره الكبيره اذا حقيقه مثلا عايزين هذا الجسر ام لا ام اذا في بديل لهالموضوع يمكن الدراسه قبل ب50 او 60 سنه انعملت ممكن هلا ما بتفيد انتبه عم بقول ممكن مش عم أكد فهلا عم بيعملوا كل الدراسة هواها من قرر شو بقى نعمل أنا كان بس بدي أنقل هالوجعة إذا فينا الوجع أنه في ناس عم بتقول أنه كمان لازم واحد يفكر فيهم على كل حال مثل ما حدثت طبعا لأنه نحن شغلتنا بالنتيجة أنه تشوفوا الناس شو رأيها وأقل ضرر ممكن أصلا بالدراسة بهالدراسة مفروض هالشركة اللي استلمت لتعمل هالدراسة تاخد آراء الناس إن شاء الله تاخدها لأنه مثل ما كنا عم نقول ما لازم حدا يتضرر أو أقل ضرر ممكن لأنه مثل ما حضرتك عم تقول أهم شيء واحد يشوف الصورة الكبيرة وقديه بيفيد المنطقة كلها إذا بيفيد أنا ما بعرف شخصيا مرسي كمان مرة مستر ترزيان لوجودك معنا وإن شاء الله تكمله لأنه بعرف أنه بلدية بيروت مع مصاري وفيها تحسن ببيروت وإن شاء الله تعمل مشاريع بعد أكتر هذا كان كل شيء عن هذا الموضوع منلاقيكم بعد شوي خليكم معنا